انا هبدا الفقره دي بصراحه بالنقاش اللي دار بيني وبين كابتن عادل تعيمه اللي منورنا دلوقتي. وقلت له كابتن عادل انا حزينه ان يعني بعد مباراه سان داونز، انا بصراحه من الناس اللي كان عندي امل وكنت شايفه ان بالعكس احنا هنعوض الخساره اللي حصلت يعني في الذهاب. فقال لي لا، انا كنت متوقع ده لان احنا عندنا كارثه من 2004 هي السبب في ده لحد هذه اللحظه. فكابتن عادل طبعا صباح الفل في البدايه. صباح النور فندم. ايه هي الكارثه اللي لحد دلوقتي بتؤدي ان انا كنادي اهلي، وانا هتكلم عن نفسي لان ده اللي يعنيني، مش عارف ان انا اقدم الاداء الامثل ليا واللي يليق بيا واللي يليق بتاريخي حتى هذه اللحظه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا لازم نبقى عارفين ان لعيب الكوره بيبقى فيه اعداد بدني ونفسي، وبعدين في كل موسم لابد انه بياخد على الاقل شهر. الشهر ده بيبعد تماما عن الضغوط، بيبعد عن التدريبات القاسيه، بيبعد عن الضغوط بتاعت نتائج المباريات. الجسم بيستشفي لوحده كده وبيرجع بعد شهر، بيلعب بقى سباحه، يلعب تنس، يلعب اي حاجه بخلاف كره القدم. من 2004 لو نفتكر لما مانويل جوزيه جه قعدنا 5 مواسم ما بناخدش راحه، ضغط 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 ضغط. وبعدين وصلنا بقى يعني مع التخبط للاسف، يعني ان احنا دايما اتحاد الكوره لما بيجي المفروض يبقى فيه نوع من الخطه موجوده في جدول منتظم. احنا لحد النهارده ما عملناش جدول منتظم بحيث ان انا ابقى عارف بدايه الدوري امتى ونهايته امتى. وده راجع لمين؟ الكلام ده بنقول بقى لنا قد ايه؟ كتير، اكتر من 30 سنه ويمكن اكتر كمان. الموسم اللي فات والموسم ده ما حصلش في تاريخ اي نادي انه لعيبه تستهلك بهذا الشكل. انا قلت قبل كده انه الموسم الماضي في اللعيبه بتاعتنا لعبت اكتر من 70 مباراه في الموسم ويمكن اكتر. يعني السوليه مثلا لعب حاجه و90 مباراه. لما تعدي العدد المباريات دي وكثافتها وقوتها وبتنتقلي من كاس عالم لدوري لكاس لبطوله افريقيا لعالم انديه لمنتخبات، الجسم لا يتحمل هذا الجهد. لما نقول مثلا نقارن نفسنا بنادي محترف وبطل اوروبا ولا اخر مانشستر سيتي، اللاعبين اقصى حاجه عملوها 60 مباراه. احنا معديين الرقم ده على الرغم ان طبعا هناك درجه حراره، ملاعب، احتراف، في يعني كلها حاجات قويه جدا مش موجوده عندنا. الموسم ده كمان انت عارف ان احنا الراجل المدرب بتاع سان داونز بيقول ايه؟ بيقول النادي الاهلي انا عارف انه جاي مجهد لانه لاعب 60 مباراه. احنا لسه في الاسبوع التاسع ومع ذلك شوف كم المباريات اللي احنا لعبناها سواء دوري سواء منتخبات، فلعبتنا كلها فيها الاجهاد ده. الاجهاد ده نتيجه ان انا ما باخدش راحات خالص، وبستعجب وبستغرب ان احيانا البعض في الاستوديوهات بيقول يعني ده مبرر الاجهاد، وان الراجل لما بيدي اجازه يعني الراجل ما يديش اجازه ازاي؟ ما هو لازم الجسم ياخد اجازه علشان يقدر يرجع تاني يمارس كره قدم ويقدر ان هو يبقى عنده مخزون من الطاقه يقدر يطلعها في المباريات سواء بدنيا او نفسيا. طبعا الكلام ده مش موجود. النادي الاهلي بيعاني من نشاته ان انا على طول باستمرار ما فيش جدول منتظم، وخاصه في العشرين سنه الاخرانيين اللعيبه على طول مجهده. الحاجه الثانيه والغريبه واللي انا بستعجب لها من بعض المسؤولين ان انا كنادي اهلي بمد المنتخبات دايما وخاصه في كره القدم في كل الالعاب، بس في كره القدم اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اكبر عدد من النادي الاهلي هو اللي بيروح المنتخبات. فانت بتسويني مع نادي ما بيمدش المنتخب بلاعب واحد ويقول اشمعنى؟ اشمعنى ازاي؟ اذا انت مثلا البطوله العربيه، البطوله الافريقيه، وبعدين داخلين على التصفيات بتاعه كاس عالم، وبعدين داخلين على ماتشين السنغال. مين القوام اللي بيلعب في البطوله دي؟ الاهلي. الاهلي. تقارني مع نادي ما بياخدش المنتخب منه لاعب؟ فكنت اتمنى ماتش سان داونز لما النادي الاهلي قال المنتخب المنتخب المنتخب، يبقى الاخوه في الاتحاد طبعا الجماعه اللجنه اللي كانت موجوده، اللجنتين اللي كانوا موجودين كانوش بدوا اعتبار خالص للامور ديت. كنت اتمنى على رابطه الانديه ان ماتش بيراميدز كان ممكن يتاجل شويه بحيث ان انا اقدر ان انا اروح سان داونز وانا واخد يعني
ما بيحصلش ابدا ان انا اخلص ماتش واركب طياره ورايح جنوب افريقيا كم كبير جدا من الساعات، وبعدين اروح وفاجئ انه في تعطيل وانا رايح الاستاد، وبعدين كان في عنف غير مبرر في الماتش دوت، وطبعا ما فيش فار. كل الامور دي بيتحملها مين؟ بيتحملها النادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته وجهازه الفني. وبرضه نفاجئ انه برضه في حد بيطلع ينتقد اللعيبه او ينتقد المدير الفني. في نسبه ممكن ان احنا نقول 5% 10% يتحملها بعض اللاعبين، مش كل اللاعبين، وممكن الجهاز برضه بنسبه قليله جدا، لكن القوام الرئيسي المشكله الكبيره هي عمليه الاجهاد وتلاحم المباريات بطريقه ما حصلتش ابدا خلال الموسمين اللي فاتوا دول. يعني حضرتك بتتكلم ان احنا من 2004 عندنا هذا الكم من الضغوطات وتلاحم المواسم، ولكن الموسمين الاخرانيين دول استثنائيين اكثر فيما يتعلق، حضرتك بتتكلم تحديدا الاخرانيين، فيما يتعلق مش بس الضغوطات والتلاحم، فكره كمان هنا الاجهاد البدني اللي عند اللعيبه تحديدا، عشان الصوره بس نفسي تبقى. كمان نفسي رهيب جدا طبعا. لا ده شق، ده شق تاني رهيب تماما جداً طبعا. يعني خليني برضه اروح مع حضرتك، انا هنقل وجهه نظر الناس، خليني انا اتحدث بلسان الناس واي حد بيتكلم بقى مش بس جماهير الاهلي. بعض بيقول طيب ما اذا كان ده الوضع من 30 سنه، واذا كان دي مش اول مره ظروف بيواجهها النادي الاهلي، ورغم ده كان في عندنا جيل ذهبي وقدر ان هو يحقق بطولات عظيمه جدا وانضمت او يعني تم كده وضعها مع يعني دولاب البطولات الموجود في النادي الاهلي، وكمان كنا كلنا كجماهير سعداء بيهم، وكنا شعرين بهذه الضغوطات اللي موجوده والتلاحم للمباريات والبطولات وغيره، اشمعنى دلوقتي؟ لانه الكم من المباريات اللي فيها تلاحم اكتر بكتير من المواسم اللي فيها الجيل الذهبي، ما كانش فيه كل البطولات دي مع تلاحم المواسم مع ضغوطاتها مع وخاصه الموسمين اللي فاتوا. وبرضو كلام حضرتك كوجهه نظر انا بحترمها جدا، ولكن في خلال ال 15 شهر اللي فات النادي الاهلي خد كام بطوله؟ سواء على مستوى الاقليمي او على المستوى الافريقي، على مستوى الدوري، على مستوى السوبر، يعني كل كم البطولات في خلال 15 شهر بطولات كثيره جدا. صحيح. في 2004 ل 2000 لحد 2012 او 13 الكم البطولات كان كبير جدا، لكن في الفتره الصغيره دي النادي الاهلي حصل على بطولات كثيره جدا على الرغم من كل الضغوط اللي موجوده وكل المحاربه اللي احنا بنتحاربها، سواء من بعض الاعلاميين او من بعض الدخلاء، للاسف انا بقول الكلمه ديت، اللي ساعات بيطلعوا انا اقيم مدير فني، وانا مدير فني عنده ثلاثة افريقيا وكاس عالم بطولتين برونزيه، واطلع اقول ازاي بياخد اجازه يعني. طب انا عارفه حضرتك بتتكلم عن مين. ما اعرفش والله. لا لا انا عارفه لا ازاي انا بسمع في ما هو في حد فعلا قال، انا عارفه حضرتك بتقول يعني عن مين. ازاي الراجل ياخد اجازه؟ الراجل ده يعني انا لو انا اللي بيقول ايا كان ايوه اللي بيقول الكلام ده، انت عارف في المطبخ فيه ايه؟ انت بتروح تحضر تدريبات اللعيبه، انت شايف الاجهاد الموجود عند اللعيبه، انت نقطة مفهومة طبعا. انت ما عندك جهاز بيحلل، وعندك طبيب. صحيح. وعندك بتاع تغذيه، الجهاز ده كله انا مش مفروض ان انا بقيم اللعيبه بحيث ان انا وانا بادي اللعيبه وهي بتادي ابقى عارف مستواها البدني والحمل العالي اللي هم واخدينه على طول. وبعدين انت كواحد بيقيم المشهد من بره غير واحد بيقيم المشهد من الداخل، فبرضه الواحد بيستغرب فعلا كم التعليقات والتدخلات اللي ملهاش اي علاقه بصراحه ولا لازمه، وبتبقى فترات مهمه جدا وحساسه للنادي الاهلي. على كل حال دي نقطه كنا اتكلمنا فيها كتير، ولكن اعتقد ان هي هتستمر ومش هتنتهي، فدعنا يعني زي ما بيتقال كده لا نلتفت ليها. عايز اروح مع حضرتك تحديدا ليوم الجمعه، وبرضه خليني اسالك السؤال اللي بيدور في ذهن العديد من الجماهير اللي بتنتمي للنادي الاهلي، هو احنا هنلعب ازاي؟ هو احنا هنشوف مباراه يوم الجمعه من المريخ نفس الاداء او السنسيتيفيتي الحساسيه اللي كانت موجوده مع سان داونز، ولا هيبقى في شيء جديد يمكن موسيماني هيفاجئنا بيه او هيوضع على الارض؟ خلينا نعرف. هو طبعا احنا لعبنا المريخ قبل كده وكنا متفوقين عليهم جدا الشوط الاولاني، جبنا جولين ما فيش احلى من كده، وكان اداء رائع جدا. صحيح. اللي حصل انه احساس اللاعب ما بيحسهوش الا اللاعب كوره، فاللاعب هو بيأدي شايف ان فريق المريخ انا متفوق 2-0،
الشوط الثاني حصل نوع من عدم التركيز شويه، جابوا فينا جولين والحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نجيب الجول الثالث. التفكير وانا لاعب ان انا عندي بعد الماتش، بعد ماتش المريخ عندي بيراميدز وبعدين عندي سان داونز، في بقول احتمال مش معلوم ولكن احتمال بتوقع ان ممكن يكون انا بقول ان انا كسبان 2-0 فممكن ايه العب اهدى شويه بحيث ان انا الطاقه اللي عندي ممكن ادخرها للماتشين اللي جايين ومدى اهميتهم بالنسبه لي كلاعيبه وكفريق. فممكن يكون ده الحته اللي حصلت، لان حصل عدم تركيز في كورتين جه منهم جولين، يعني ما راحوش على الجول تاني. طريقه لعبهم وادائهم اعتقد ان موسيماني قاريهم كويس قوي، حتى قبل ما يلعب الماتش الاولاني هو قاريهم كويس وعارف نقاط الضعف والقوه اللي عندهم. ما اعتقدش ان هو هيغير في طريقه لعبه. وبعدين حاجه تانية وحاجه مهمه جدا الناس برضو لازم تبقى عارفاها، وهي انه المدير الفني يلعب 4-3-3 يلعب 4-2-3-1، خلوا الراجل يشتغل خلوا الراجل يلعب عادي، خلوا الراجل يشتغل بدون ما يعني يبقى فيه نوع من التدخل في شغله، لان مجلس الاداره ورئيس النادي ولجنه التخطيط ما بيتدخلوش اصلا، فانت بتدخل في شغل الراجل يلعب صح. باي طريقه، المهم ان هو جاب بطولات ولا ما جابش بطولات، مظبوط، عمل اداء ولا ما عملش اداء. كل الامور ديت احنا شفنا كاس عالم الانديه واحنا بنلعب الهلال، شفنا الاداء وعلى الرغم ان جايبين لعيبه بملايين الملايين وتفوقنا عليهم بتفوق غير طبيعي، وشفنا ما قدام بيراميدز وهم عندهم كم من النجوم ومع ذلك كان الاداء اكثر من رائع. لما الولاد يحصل نوع من الهبوط شويه في اجزاء فبرضو الشق الثاني اللي احب اتكلم فيه، وهو انه موسيماني احيانا بيدي فرص كتيره للعيب مستواه لسه يعني بيصعد يعني مستواه لسه بيديله فرصه واثنين وثلاثه، وبرضو ما بي يعني بيديله فرص اكتر. طب يعني انا المفروض ان انا في الوقت ده يعني بقى ايه يبقى فيه البديل، بحيث ان انا يعني زي ما كان هاني مثلا في البدايه كان احيانا مستواه عالي جدا واحيانا يبقى فيه لما طلع اكرم توفيق ايه اللي حصل؟ الاثنين بقوا جامدين جدا. ايوه جدا. هاني ابتدى يتفوق وشفناه في كاس عالم انديه وشفناه في البطوله الافريقيه وشفناه في الدوري، حاجه اكتر من رائعه. فعمليه التنافس ديت اللعيب اللي انا اديله فرصه واثنين وثلاثه وما بيأديش او بيحلق او ما بيضغطش مع زمايله او فاهم ان هو احسن من زمايله، لا يقعد ويبقى فيه البديل واحنا عندنا البديل. دي برضو النقطه اللي انا كنت احب ان انا اوصلها، انما ده مش تدخل في شغل لا بالعكس، دي بتبقى وجهات نظر للمصلحه العامه. ما بكلمش فنيا يا انا فاهمه. لا طبعا ما بكلمش فنيا، انا بقول بس ايه، لان الجمهور انا واحد من الجمهور طبعا، كلنا واحد من الجماهير، واحد بتفرج بلاقي لعيب مثلا ما بيضغطش الضغط المظبوط مع زمايله، ده بيأثر على اللي حواليه. حضرتك بتتكلم في نقاط هامة للمصلحة العامة في الماتش القادم، وهرجع أقول تاني بس ده هنكمله بعد الفاصل لو تسمح لي. يعني برضو أنا حميل للرأي اللي لو هرجع لماتش المريخ، يعني أنا كنت شايفة أو حميل للرأي اللي بيقول إحنا فعلا يعني بعد ما أحرزنا الهدفين مش هقول كده تخاذلنا، ولكن ريحنا، كان عندنا ثقة زايدة، والثقة الزايدة دي بتيجي أوقات أو بتتقلب ضد صاحبها، فللأسف هو ده اللي حصل معانا، تداركنا الموقف وكسبنا 3-2 في الآخر، ولكن احنا حطينا نفسنا تحت ضغط احنا كنا في غنى عنه. هي دي النقطة، نتمنى ان ده ما يتكررش. طبعا هنتكلم بالتفصيل بس بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل. طيب احنا كنا نتكلم قبل الفاصل مع كابتن عادل على كذا نقطة، النقطة منهم فكرة هنا تلاحم المباريات وتأثيرها البدني وتأثيرها النفسي، لان ده شق كمان مهم جدا. يعني انا ما اكون لاعب دلوقتي بلعب النهارده في بطوله مثلا الدوري، وبعد يومين عندي حاجه افريقيا عايزه اسافر، وعندي بعد 48 ساعه ثانيه مباراه ثانيه، ففي حاجه برضو ذهنيا هتبقى عند اللاعب مش مظبوطه. ف يعني برضو حضرتك كلاعب سابق وكنجم سابق مع النادي الاهلي، واكيد مريتوا بظروف زي دي يمكن كمان أسوأ، خلينا نعرف انتوا كنتوا ازاي بتقدروا يعني تتأقلموا، خصوصا وقتكم برضو كابتن عادل ما كانش فيه هنا الاهتمام قوي بالشق النفسي، ما كانش فكره ان انا لازم اجيب اخصائي نفسي وان انا اتكلم مع اللعيبه واهيئهم نفسيا، ما كانش فيه الكلام ده خالص، ازاي كنتوا بتعملوا ده؟ لم يحدث ان احنا تعرضنا للضغوط دي اصلا.
اصلا، لان يعني في الفتره اللي احنا كنا بنلعب فيها كان كل اسبوع مباراه، واحيانا كل اربع ايام او خمس ايام مباراه. ما كانش بقى في افريقيا، ما كانش في ايوه، حتى في الجيل الذهبي في النادي في بتاع جوزيه واللي قبله كابتن خطيب، ما كانش فيه التلاحم الرهيب وكثافه المباريات بالشكل ده. وكان برضو الى حد ما كان الجدول برضو بقى فيه معقوليه في عقلانيه، خلينا نقول دلوقتي ما فيش عقلانيه والله بكلمك بجد. حاجة صعبة. فعلا فعلا الموضوع ده اتكرر كام مره انا وانت الاسبوع ده اللي فات ده. المريخ بيراميدز سان داونز، ثلاث مباريات في من الجمعه للسبت، تفصيلهم يعني 48 ساعه تقريبا، منهم سفر رايح جاي وبعدين داخل على المريخ تاني، وبعدين ولادنا يطلعوا على ماتشين سنغال، وبعدين يرجعوا يومين ونلعب الهلال. ايه ده؟ طب يعني اديني عقلك. لا يجيبوا بقى كليه الطب النفسي الرياضي ابو العزايم يقول لنا يعمل ايه مع اللعيبه دي على مستوى العالم. والله والله مفيش كده، ما بيحصلش كده. وطبعا ده نتيجه ان انا كاداره في كوره في مصر، ان انا المفروض ان انا يبقى عندي خطه، الخطه دي تبقى فيها نوع من الجدول منتظم براعي فيه اللاعب علشان ما يصابش. صحيح. انا اولا الدوري بيبقى فيه متعه للناس الى جانب المنتخبات، يعني المتعه مع المنتخبات. فانا اذا كنت هوصل لاعبتي ان انا العب كاس عالم ولاعبتي مجهده بالشكل ده، طب ازاي انا هوصل؟ كلنا نتمنى وبندعي ربنا ان احنا نوصل، بس مع كم المباريات اللي احنا لعبناهم بدون يعني بقول يعني بدون دراسه، لو تفتكر كنا مع بعض وكان معانا كريم وبنتكلم على البطوله العربيه، كل الفرق راحت بالناشئين والشباب والفريق الثاني، احنا رايحين بكامل قوتنا، وبعدين رحنا رايحين على افريقيا برضو بكامل قوتنا ومباريات كلها قويه جدا جدا جدا. الى جانب الجهد ده كله اللعيبه بترجع لانديتها على دوري وعلى افريقيا، وبعدين النادي الوحيد المتضرر في الحته ديت النادي الاهلي. انا مفروض بتساويني مع فريق انت بتاخدش منه لعيب واحد. فطبعا كان مفروض ان انا كرابطه وكاتحاد كوره اراعي ان النادي الاهلي بيمثل مصر. ودايما لما كابتن خطيب قال منتخب مصر اولا، وده كان بيعنيها، احنا في كاس عالم انديه يا نهاوند لو تفتكري الماتش بتاع مونتيري 14 لعيب، 14 لعيب امتى دي حصلت في تاريخ اي نادي؟ صح. وبعدين موسيماني يقعد شهرين اللعيبه ما شافهمش، في مدرب في الدنيا يقعد شهرين لعيبته ما بيشوفهمش. فطبعا كل الامور ديت ما هياش مبررات ولا دي حقائق، ما احناش بنجامل ولا احنا بنزين، لكن دي حقائق لازم كل واحد يبقى عارفها ومطمن ان ولادنا باذن الله تعالى الماتشات اللي جايه ان شاء الله. يعني هو الراجل برضو ادى يومين راحه، امبارح كان برضو نوع من الاستشفاء، لانه الراجل عارف مع جهازه ان في جهد بدني رهيب جدا اتعمل وجهد نفسي، فبيحصل نوع من انواع الاستشفاء البدني والنفسي، يقعد معاهم ويبتدي يديلهم جرعات من التفاؤل، جرعات من ننسى الماتش اللي فات. احنا ماتش سان داونز اللي هنا احنا مضيعين عدد رهيب جدا من الاجوال، نتيجه ايه؟ ان التركيز بيقل نتيجه الضغط البدني القوي. طب يا كابتن عادل، ده انا نفسي كاعلامي والله زهقت من كتر ما احنا بنطلع نتكلم عن الضغط البدني، الضغط البدني، الضغط الذهني. وبعدين يعني تاني اتكلمنا نفس الكلام ده الموسم اللي فات، واعتقد هنتكلم نفس الكلام الموسم اللي جاي. فطب وبعدين برضو خليني اخد من حضرتك كدلوقتي شخص وذو خبره كبيره جدا وشايف كمان حوالينا، لو هنبص على العالم، ولسه كنا انا وحضرتك بنتكلم في الفاصل، يعني ده برشلونه بيأجلوا له مباريات، وفرق عظيمه جدا وفي الدوري الانجليزي والدوري الاوروبي بيأجلوا لهم مباريات. ايه اللي بيحصل؟ يعني تاني ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل؟ هل احنا هنستمر بهذا الشكل؟ احنا قدمنا طلبات وقدمنا تظلمات وعملنا شكاوى وعملنا كل حاجه والوضع يبقى كما هو عليه. وبعدين؟ نتفائل انه دلوقتي نتفائل ان في رابطه انديه وكلها ناس محترمين جدا. صحيح. جدا مع اتحاد كوره محترم جدا ما بقالوش شهرين،
فنتفائل انه هيبتدي من الموسم الجديد يبقى فيه جدول منتظم ويبقى فيه ناس فنيين على اعلى مستوى يقولوا لهم يا اخوانا انت بتعمل دوري مقدس كده ان اللعيب لازم ياخد شهر اجازه مقدس حاجه مقدسه ان انا اخد شهر اجازه ما يطلعش بقى واحد يقول لك نعمل مجموعتين يعني وتبص تلاقيه لا ليه علاقه بالرياضه ولا ليه علاقه بالكوره ويبتدي يعني عايز يغير شكل الدوري ويعمل اي حاجه واي اي نوع من التهريج للاسف. فانا دوله بحجم مصر يبقى الدوري بتاعي منتظم في جدول الناس عارفاه بنسق مع الكاف ان انا المباريات بتاعتي تبقى في توقيتات والدوري بتاعي يبقى ماشي بانتظام بالظبط يبقى اللعيب عارف والمدير الجهاز الفني انت عارف ان هو في شغلنا اول الموسم بيبدا بيبقى عامل جدول الجدول ده بديله الاحمال اللي انا باخدها من اول يوم لحد ما الدوري يخلص ده المفروض فعلا وبدي الاحمال دي كل ساعه هاخد الحمل ده المباريات دي اقصى حمل تاني يوم بيبقى فيه كذا في استشفاء كذا الجدول ده بيبقى محطوط عندي في المكتب بيبقى حاطه بحيث ان انا لا يمكن هغلط في الاحمال بتاعتي لكن لما الاقي نفسي بيجي لي ماتشات ورا ماتشات ورا ماتشات احط الجدول ده ازاي يبقى انا ماشي عشوائي عشوائي يعني ايه هتلاقي اصابات طبعا هتلاقي اجهاد هتلاقي نتائج احيانا مش جيده اللي بيعاني النادي الوحيد اللي بيعاني من الارهاق النادي الاهلي نتيجه انه بيتعامل زيه زي اي نادي ما بيتاجلوش ماتشات وبعدين عنده كم من البطولات الى جانب كل لعيبته بتروح المنتخبات صحيح. وبالتالي طبعا الامور دي كلها مفروض المسؤولين عن الكوره في مصر في الفتره اللي جايه ان شاء الله الرابطه مع الاتحاد الكوره يحدثوا تغيير بقى على الارض يعملوا تغيير بحيث ان احنا نقدر اللعيبه تقدر انها تادي سواء للمنتخب او لامتاع الجمهور كويس جدا هو فاضل 3 دقايق كابتن عادل وطبعا مش هينفع ان انا اختم حضرتك قبل ما نتكلم عن يعني منتخب مصر والسنغال ومباراتين في غايه الاهميه ولكن انا هقول ان اللي في مصر ربما هي الاهم ده بوجهه نظري حضرتك تصلح لي لان انا عايز احسن من هنا في نفس الوقت الظروف كلها يعني معايا في نفس الوقت برضو انت معاك 60,000 مشجع في نفس الوقت برضو انت عندك الخبره اللي تمكنك من انهاء المباراه في الدقائق الاولى او في الشوط الاول ان صح التعبير كمان عندك 9 محترفين اوريدي دلوقتي كمان انضموا خلاص للمعسكر فانت عندك كل حاجه محتاجها لو هتتفق معايا برضو كابتن عادل اتفضل هو اللي انا بتمناه الماتشين اللي جايين الراجل ما يلعبش في التشكيل يعني زي ما ختم في افريقيا ما يلعبش بقى الاقي مثلا مصطفى محمد بيلعب مونجرايت ومحمد صلاح الحاجات اللي شفناها في الاول دي الحاجات اللي شفناها في الاول يبقى التشكيل وما يعني ما يسمعش للاراء اللي بتقول له بقى العب بفلان وهات فلان ويعني هو تشكيل بتاعك انت ختمت بيه في كاس العالم في امم افريقيا الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين نفس التشكيل ده انت بتلعب بيه في انسجام في رؤيه كل واحد في مركزه اذا انا بضيف الاضافه اللي انا بضيفها بيبقى راجل بديل وقريب جدا من الراجل اللي بيلعب دي النصيحه الاولانيه الحاجه الثانيه كنت اتمنى على كروش انه يعني يبقى ليه دخل مع الرابطه مع الاتحاد لان انت الادوات اللي انت هتلعب بيها ماتشين السنغال الادوات دي مجهده فانا هاخد لعيبه مجهده ليه؟ فيبقى ليا راي فني يا اخوانا الماتش الفلاني ده ممكن احنا ناجله للاهلي وللزمالك والبيراميدز على اساس ان انا اللعيبه دول لما يجوا لي ما يبقوش مجهدين وطبعا الكلام ده ما حصلش المفروض المدير الفني يبقى ليه رؤيه زي ما كابتن جوري في سنه 90 قبل ما نروح كاس عالم في فترات كان الدوري بيقف واحيانا قعد شهرين ما فيش دوري علشان ان هو بيعمل ماتشات وديه قويه جدا علشان يلعب في كاس العالم ونجحنا وظهرنا بمظهر مشرف برضو المدير الفني كنت اتمنى ان هو يتدخل في الحته ديت لكن انا برضو كلنا تفاؤل ان شاء الله ان اولادنا باذن الله تعالى يفرحونا يوم الجمعه الاول ثم ان شاء الله في ماتشين السنغال مع وجود الجماهير مع توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا مع اولادنا اللي موجودين ان شاء الله
يبذلوا كل الجهد مع تدارك للاخطاء السابقه والعقبات السابقه برضو. اعتقد دي مهمه جدا ان هي يتم وضعها في الحسبان ان شاء الله. نأدي الاداء المشرف، الاداء اللي احنا منتظرينه من اللعيبه كلنا كجماهير. احنا في نقطه ثانيه يا نهواند، في نقطه ثانيه اتفضل يا فندم. هو الماتش الاولاني والماتش الثاني، لان احنا اولادنا احنا شفناهم بيلعبوا مع الكاميرون في الكاميرون، هل في كان احنا ما فيش مشكله عندنا، لان احنا الملعب بالنسبه لي هو الوطن بتاعي، حتى لو الجمهور مش معايا، انما انا ببقى في عمليه تركيز. أيوة. ان انا كل تفكيري في خطه اللعب ان انا بلعب بيها، ده المفروض طبعا، وكل تركيزي. فانا الماتشين مهمين جدا، الماتش اللي هنا والماتش اللي هناك، ان شاء الله حصيلتهم ان احنا نوصل لقطر. هو ده بقى، هو ده ان شاء الله. كابتن عادل نورتنا والله بجد، انا سعيده دايما بكون سعيده اكيد انا وكريم، يعني حضرتك تنورنا. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع بقى مع الفقره الاخيره. زي ما كنت بنوه في بدايه الحلقه، هنتكلم عن تكوين العظام، اعتقد ملف في غايه الاهميه. زي ما كنت برضو بقول، المشكله دي بيعاني منها كل الاعمار، مش بس الاعمار الكبيره في السن. للاسف الشديد كل ما السنين بتعدي بتحس ان في حاجه غلط، ما فيش بركه. برضو تتفق معايا ولا لا كابتن عادل؟ انتوا صحتكم زمان كانت احسن مننا في سننا، صح؟ الاكل كان مختلف. في حاجه والله دلوقتي الاطفال بقى عندهم مشاكل في العظم وحاجات غريبه جدا بنشوفها. يعني ربنا يستر على اللي جاي. هنروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.